عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا الفيديو المنتظر. الفيديو ده احنا بنستناه كل سنة. الفيديو ده احنا بنستناه كل سنة. ابو كريم النهاردة جاب لنا قفص تين. تين طبعا انتوا عارفين كل سنة طيبين موسم التين دلوقتي. تين الشوكي. احنا بنحبه الصراحة. ابو كريم كل سنة بيجيب لنا قفص. السنة دي جاب لنا قفص اهو برضه، قلنا نطلع نعمل عليه فيديو كده ونصوره بس بص انا بلبسه له. بص الجوانت ده، تلبس الجوانت ده عشان الشوك. بص ابو كريم بيلبس الجوانت دي، فبصوا حطوا لايك عشان الفيديو للاخر. لا فوق كم القفص ده؟ 105 150 جنيه. في كام واحدة ما نعرفش والله. هما بيعرفوه كده بيحطوه كده بالبركة، ما بيعدوش. سلمهم في العربية أرخص. ما أنا من بياع. أبو كريم جايبه من بياع. جبته أنت جايبه من بياع عشان كده غالي. لو في العربية مش هيعمل لك كده صح؟ أبو كريم بيقول في العربية اللي بتوزع اللي هي اللي بالجملة دي اللي بتوزع للبياعين مش هيعمل 100 جنيه. أما هو جابه من واحد بيبيع في الشارع يعني. فالمهم أهو بصوا إحنا كل سنة بنستنى الفيديو ده. السنة اللي فاتت صورنا لكم فيديو برضه. لا مش محلي، هو في بلدي مش بلدي؟ بس خلي بالكم من الشوك يعني عشان هو مليان شوك. انا الجوندي ده السنه اللي فاتت والله ما رضيت اقيسه ولا عملت فيه ولا واحده، بس عشان الجوندي ده يعني مش هيدخل في ايدي شوك ولا حاجه. ابو كريم قاعد يساعدني. قالت انا اشرب معاكي شويه. وحطوه في ميه كده. وانا جبنا من الصيدليه المشرب ده. ده حلو قوي، هيسهل عليك التقشير و يعني هيكون يعني حلو، لان هو عايز حاجه حاميه، عايز سكينه حاميه، ولما تحطوه في الميه كده اسهل، مش هيشوك بيطلع في الميه. احنا بنحطه في الميه كده زي ما بنشوف. احنا بنشوف البياع يعني بيحطه في ميه قبل ما يقشره. قبل ما تقشره حطوه في الميه. مليان شوك، ايديك هتتملي شوك. ما تمسكوش. لما ما تمسكوش. فمليان شوك، ايديك هتتملي شوك. انا عايزه اشرب. بصوا اهي سهلة سهلة، بس المشكلة من الشوك والعيال. أهم حاجة اللي عنده عيال زينا كده يخلي باله من الشوك. انا لولا الجوانتي ده انا لولا عملته، غير كده ما كنتش هقشره ولا اعمله. بس هو ما شاء الله ده فيه كتير، البتاع فيه كتير، القفص فيه كتير. الواحده بكام يا ابو كريم كنت بتجيبها؟ 3 ب10. التلات وحدات ب10. ماما يعني انت لو عديت على ده 3 ب10 هيطلع كتير. ارجعي ورا، روحي ورا عشان تشوف. روحي هناك. لو انت عديت ده هيطلع كتير على فكره. السنه اللي فاتت رنا وباباها هما اللي عملوا لنا القفص. السنه دي انا عشان جبت الجوانت ده من الصيدليه فقلت انا هقشر. عشان انا صغير يعني. معموله دي؟ روح هات صينيه، هات صينيه يا عم. طب هنقشر التين ونرجع نوريكم. ورجعنا لكم تاني واحنا لسه برضه بنقشر في التين، بس قبل ما نخلص يعني دي ده القفص ده هو ده ماشي. بس التين ده ما فيهوش ولا واحده محليه اقسم بالله. التين الاحمر ده اللي تلاقي القشره بتاعته حمراء ما حدش جابهوش، ماسك وحش مش ما جابهوش، احنا ما كناش نعرف. اللي تلاقي القشره بتاعته صفراء هو اللي محلي. بتاع الصعيد ها؟
هما يعرفوا منين بتاع، هو يسألوا الراجل يعني بتاع الصعيد ولا بتاع الصعيد، يعني هو الراجل مش البياع مش هيقول لهم ده حلو ولا وحش يعني. بصوا التين الاحمر ده القشره الحمراء ما تجيبوهاش ماسخ والله. يلا التين الاحمر اللي القشره بتاعته حمراء ما تجيبوهوش ماشي. هاتوا اللي هو التاني ده الاصفر، تيجي التين ده اصفر كده واخضر. انا التين ده اول ما شفته كده قلت التين بس ده محلي صفر. شوف انا هنحطه في التلاجة شوية، شوف بعد ما نحطه في التلاجة كده ايه يسقع شوية، يمكن لما يسقع يبقى محلي. سكر ابو كريم حط الطبق في الفريزر اهو. كده هو ساقع؟ يعني هو ساقع يا منصور. ممكن يتغير طعمه. ماسك برضه. والله العظيم محلي. القشره بتاعته حمرا ده ما تجيبوهوش. انا عماله اقول لكم اهو. احنا كنا السنه اللي فاتت الرخص اللي جبناه السنه اللي فاتت مش كان محلي كله؟ كان محلي. والله العظيم كان محلي عسل، ما كانش التين ده. كان غير ده خالص. واحنا جايبين قفص غالي على فكره مش رخيص والله. ده في العربيه والله مش التاجر اللي بيبيعه في العربيه ده اللي بيبيع بالواحده مش هياخده ب 100 جنيه، لا مش هياخده. احنا جايبينه من الراجل ب 150 جنيه. يلا بقى الله يسامحك. ومش واحدة عدلة يعني، مش واحدة محلية، كله ناسح. هو شكله التين برضو أنواع، هو التين أنواع والله. هو تقشيره سهل على فكرة، بصوا بس أهم حاجة الشوك، أهم حاجة تلبسه بتاع ده الجوانتي ده، حاجة تكون تخينة كده بلاستيك تخين عشان الشوك ما يدخلش في إيديك، عشان ده شوكه أعوذ بالله منه يعني وحش قوي. احنا قشرناها كلها انا وابو كريم على فكره، انا وابو كريم قشرناها كلها يا حبيبي. يلا طلع الكميه دي، غير العيال كانوا كتير يعني ما شاء الله، شايفين كميه قد ايه؟ وطلع كتير والله يعني كميه مش قليله، بس يعني عيبه ان هو مش مسكر مش محلي. فاحنا طبعا احنا هنسقعه ونحطه في الثلاجه، يمكن لما نسقعه يبقى طعمه محلي شويه. يلا بقى دي الفيديو بتاع كل سنه، وكل سنه وانتم طيبين وربنا ما يطلعناش عاده يا رب. وحطوا اللايك وشوفوا الفيديو للاخر، شوفوا الاعلانات ما تجروش الفيديو، واشتركوا في القناه مش مشتركين، عايزين نوصل 60,000 ان شاء الله بامر الله وبيكم. قناه فاتيك برضه تبقى احسن قناه في الدنيا.